أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم. مصر إنهم يروحون ويشوفون مثل أيها الإخوة المشاهدون. أيها المشاهدون الأعزاء. أيها الإخوة. السلام عليكم. أيها المشاهدين الكرام. أيها الإخوة. السلام عليكم. ألا تستمع لنصيحتي علاء الدين؟ وأنت يا علي بابا، مهما كانت قيمة هذه الشجرة الذهبية فأنتما ونحن جميعا في غنى عنها إذا كانت ستبذر بذور العداوة والخلاف والأحقاد بيننا. أنا غير مرتاح لما يفعله التاجر بانجو في هذه الجزيرة، أشعر أن هناك خطرا دائما يتربص بنا جميعا. دعك من أوهامك هذه يا جحا، فالرجل لم يسئ إلى أحد منا بشيء منذ جاء إلينا. إنه تاجر كغيره من التجار، جاء إلينا ببضاعة يعرضها علينا، لنا أن نقبلها إذا أعجبتنا وكنا نقدر على ثمنها، ولنا أن نرفضها. وهل هناك من يرفض شراء بذور شجرة التفاح الذهبية التي يقول عنها ذلك التاجر يا علاء الدين؟ أعرف أن الكثيرين يريدون
بل ويحلمون بشرائها يا جحا، ولكن من الذي يستطيع؟ هذا هو السؤال. ولماذا شجرة واحدة في الجزيرة كلها يا علاء الدين؟ لكي نتقاتل عليها جميعا؟ ولماذا يتقاتلون عليها يا جحا؟ هذا النوع من الأشجار الذهبية لا ينمو منه في مكان واحد أو بلد واحد إلا شجرة واحدة، وهي في الغالب تكون لمن هو كبير التجار، لأنه يقدر على ثمنها وعلى رعايتها وحمايتها من الطامعين فيها. وأنت كبير التجار في هذه الجزيرة يا علاء الدين، أليس كذلك؟ أنا عرضت عليه أعلى سعر حتى الآن، وأنا من سيفوز بها بإذن الله، والويل لمن يفكر أن ينازعني عليها. أنت تحلم يا علاء الدين، حذاري أن تأخذك هذه الأحلام والأوهام، فلا ترى في الدنيا غير نفسك، وكأن الدنيا لم تخلق إلا لك. أقول لك حذاري، حذاري يا علاء الدين، فلست التاجر الوحيد في هذه الجزيرة. أرأيت صدق كلامي يا علاء الدين؟ إنما كنت أخشاه قد بدأ يحدث الآن. ماذا تقول يا جحا؟ أقول ما سمعت أيها الجد الحكيم. أدركنا قبل أن تعصف ريح الفرقة والتمزق بجزيرتنا. أدركنا يا حكيم الزمان، إن وحدة أهل هذه الجزيرة التي حمتهم سنين طويلة توشك أن تنتهي بسبب حكاية البذور الذهبية هذه. علي بابا يجمع رجاله ليقتل علاء الدين. ماذا أقول؟ هل سمعت بشيء من هذا جرى في جزيرتنا من قبل؟ لو صدق ما تقول يا جحا، فمعنى هذا أن كارثة ومصيبة كبرى قد حلت بنا. لابد أن تفعل شيئا أيها الجد حكيم الزمان. بل لابد أن أفعل الكثير يا ولدي. يجب أن أوقف هذا الجنون. هيا بنا. ها ماذا قلت أيها التاجر؟ يا سيد علي بابا، إنك توقعني في حرج شديد بهذا الذي تطلبه مني الآن. لماذا يا بانجو؟ لماذا؟ إني أعرض عليك ضعف المبلغ الذي عرضه عليك علاء الدين ثمنا للبضاعة، فماذا في هذا؟ ألست تاجرا؟ أليست البضاعة معروضة؟ أليس الشراء لمن يدفع أكثر؟ نعم يا سيد علي بابا، ولكني وعدت السيد علاء الدين أن تكون هذه البذور الذهبية له. حتى لو دفعت لك ضعف المبلغ الذي دفعه هو؟ لا يا سيد علي بابا، يبدو أنني سأعيد التفكير في هذا الأمر كله مرة أخرى. لا لا يا صديقي، لا، المسألة ليست محتاجة إلى تفكير أو إلى عدم تفكير. احسم الأمر يا سيد بانجو. نعم احسم الأمر، سوف أذهب معك، أسلمك النقود وتسلمني البذور الذهبية. هيا. لا لا يا علي بابا، المسألة ليست بهذه البساطة. اترك لي فرصة للتفكير يوما آخر أو يومين، لا تؤاخذني. ألا يجوز أن يظهر مشتر آخر يدفع ثمنا آخر أكبر من الثمن الذي دفعته أنت والسيد علاء الدين؟ ها؟ ماذا؟ هذا الكلام في غاية الخطورة يا بركات. هل أنت واثق مما تقول؟ لو كنت واثقا يا حكيم الزمان ومتيقنا من ظنوني لذهبت إلى هذا الرجل وأطبقت على عنقي بيدي هاتين لأريح الدنيا من شروري. ولكن ما بنفسي ليس إلا الظن، ولو أن وجه هذا الرجل ليس غريبا علي. عندما يعود تابعي إلى المنزل سأكون متأكدا إن كان هذا الرجل بانجو هو الرجل الذي أقصده أم لا. ولماذا يا بركات يطاوعه أبناؤنا من أهل الجزيرة سواء كان الذي تقصده أم لا؟ لماذا ينقسم أبناؤنا على أنفسهم هكذا لأول مرة في حياتهم؟ ومن أجل ماذا؟
أي شيء يساوي أن يقطعوا ما بينهم من وحدة وتماسك. ماذا أصابهم وأصابنا يا بركات؟ ماذا أصابهم وأصابنا؟ هون عليك يا حكيم الزمان، وإني واثق أن أبناءنا سيعودون إلى رشدهم عندما يعلمون بالمؤامرة التي تدبر لهم من هذا الرجل ومن هم وراءه. سأنصرف الآن لعل تابعي يعود الآن إلى البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في انتظار أخبارك يا بركات، لا تتأخر علي. لن أتأخر، وسيكشف الله الغمة عنا بإذن الله. أستودعك الله. في أمان الله. أشعر أن وراء كلام الجد بركات شيئا خطيرا، ولكنني لم أكن أريد قطع الحديث الذي كان بينكما، ومع ذلك أنا في شدة القلق. نسأل الله السلامة يا ولدي، نسأل الله السلامة. اسمع أيها الرجل، لم يخلق بعد من يجرؤ على خداع علاء الدين. لقد وعدتني أن تكون هذه الحبوب الذهبية لي، فحذاري، حذاري أن يلعب أحد برأسك فتخلف وعدك معي، لأنك لن تتحمل غضبي. أنا لا أخاف تهديدك هذا يا علاء الدين. اذهب إلى هؤلاء الذين لا يقيمون لك وزنا في هذه الجزيرة، ويأتونني كل يوم طالبين بضاعتي، عارضين أعلى الأسعار، وهم يعلمون جميعا أنك تريدها لنفسك. سأنتقم منهم جميعا، جميعا. وهذا لا يفيدني أيها العزيز، لأنه لن يجعلك تنال بضاعتي. ماذا تعني بكلامك هذا يا رجل؟ أعني أنني سأظل في انتظار نهاية هذا المزاد حتى أحصل على أعلى سعر، ولن تكون بضاعتي إلا لصاحب أعلى سعر. أفهمت؟ إنه هو أيها الجد بركات، نمرود الخبيث، خادم قرصان دهشان. إذن فقد صدق ظني، فهناك مؤامرة تحاك لنا في الخفاء. نعم نعم أيها الجد بركات، لقد حكى لي السيد فضل كل تفاصيل هذه المؤامرة. ماذا قال لك فضل؟ تكلم. الويل له، الويل له. هل جننت يا علاء الدين؟ أتريد أن تشعل الحرب في الجزيرة كلها من أجل أمر كهذا؟ أتساوي شجرتك الذهبية هذه كل ما سوف يراق من أجلها من دماء أهلنا وعشيرتنا؟ أنا لم أسعى إلى قتال أحد، هم الذين تحدوني وأعلنوا هذا في وجهي، وخاصة علي بابا الذي لن يفلت من يدي. ماذا؟ تقاتل علي بابا يا علاء الدين؟ أقاتل صديق العمر؟ وأقاتل كل من يجرؤ على انتزاع هذه الحبات الذهبية مني. يا للحبات الذهبية، يا للحبات الذهبية يا علاء الدين. إذن هي مؤامرة جديدة طبروها لنا في جزيرة النجوم. هم يعلمون أيها الحكيم أنهم لا يستطيعون الاقتراب من شواطئنا، ونحن على قلب رجل واحد متحدين، ولهذا لجأوا إلى رس البحار دهشان ودبروا معه هذه المؤامرة الخبيثة لضرب وحدتنا ولتمزيق صفوفنا، بأن أرسلوا هذا الرجل نمرود بحباته الذهبية المزعومة، وهو يعلم أنهم سيتقاتلون من أجلها. نعم يا بركات، وقد تنازعوا عليها للأسف، وأوشكوا أن يتقاتلوا من أجلها. الحمد لله أيها الحكيم، لقد انكشفت الغمة وأدركنا الله برحمته قبل فوات الأوان. إذا لم يتعلم أولادنا الدرس يا بركات لن يزول الخطر أبدا، وما فشل فيه أعداؤنا اليوم سوف ينجحون فيه غدا. سوف لا ينسون هذا الدرس أبدا أيها الجد الحكيم، أنا واثق من هذا. هون عليك أيها الحكيم، أنت أدرى الناس بأهل الجزيرة، فهم أخطأوا ولكنهم
لن يعودوا إلى مثلها أبدا. هيا بنا إليهم. إذا لم تسامحنا أيها الجد الحكيم سوف أغادر أنا وعلي بابا هذه الجزيرة الليلة ولن نعود إليها أبدا. سوف يكون هذا أقل ما نستحقه من العقاب وسوف نقبله راضين إذا أمرتنا به. ليس المهم أن أسامحكما، ولكن قولا لي أولا، هل أخرج إلى أهل الجزيرة وأقول لهم إنكما لن تعودا لمثل هذا أبدا مهما كانت الأسباب، أم أننا لم نعد درس جيدا وسوف ينجح الأعداء غدا فيما فشلوا فيه اليوم؟ إذا لم تكن واثقا في ندمنا وتوبتنا أيها الجد الحكيم فافعل بنا ما شئت أنت وأهل الجزيرة كلها، فهذا حقكم. أيها الحكيم، أرى أن ننسى ما مضى دون أن ننسى ما تعلمناه منك، وإني على يقين أن ما حدث بين علاء الدين وعلي بابا لن يحدث مرة أخرى بينهما ولا بين غيرهما من أهل الجزيرة. بارك الله فيك أيها الجد بركات، إن كلامك هذا سوف ينقش من اليوم في صدورنا ليكون دليلنا ومرشدنا إلى مستقبل أفضل. أما هذا الماكر بانجو فاسمحوا لي أن أكون قاضيه وجلاده في آن واحد، وسوف أنفذ حكمي فيه بيدي هاتين. بل سيكون أهل الجزيرة كلهم قضاته وجلاديه، وسوف يلقى على أيديهم جزاء كل ماكر خبيث متآمر. الحمد لله أن تم هذا الأمر على خير، أنا في غاية سعادة لهذا. الحمد لله يا نبيل، من فضل الله علينا يا ولدي أن أهلنا في هذه الجزيرة طيبون أخيار مخلصون بطبعهم لأهلهم ووطنهم. قد يخطئون أحيانا ولكنهم سرعان ما يعودون للحق والصواب. معذرة أيها الجد الحكيم، لا أدري إن كان الوقت مناسبا لكي أحدثك في أمر زيارة الجديدة أم لا. الوقت مناسب دائما يا ولدي للحديث عن مساعدة أصدقائنا أصدقاء القراءة، فنحن لا نعيش إلا بهم ولهم. ماذا لديك الآن؟ يبدو أيها الجد الحكيم أن الجد بركات سيكون زائرنا هذه المرة. الجد بركات؟ نعم، هذا طبعا إذا وافقتني في الرأي الذي سأعرضه عليك الآن. أي كلمات شكر وعرفان لن توفيك حقك أيها الجد بركات لما فعلته من أجلنا وكشفك سر المؤامرة التي دبرها أعداؤنا لنا، فتقبل ما في قلوبنا من حب وتقدير، ونرجو منك أن تنوب عنا في هذه الزيارة الجديدة مع تمنياتنا بكل نجاح والتوفيق بمشيئة الله. شكرا لك يا علاء الدين، شكرا لك يا ولدي. هل تأذن لنا أن نبدأ الآن أيها الجد حكيم الزمان؟ نبدأ يا سندباد على بركة الله. هيا يا علاء الدين استعد يا ولدي. هل أنت مستعد أيها الكاتب؟ أنا أتم الاستعداد يا سيدي. اسمع يا سمير، هذا الخلاف والنزاع الذي لا ينتهي بينك وبين عمر هو السبب الوحيد وراء تدهور مستوى الإذاعة المدرسية في الأسابيع الماضية. هذه حقيقة يعرفها جميع زملائنا، ولابد أن يكون هناك حل لهذا. حل؟ وما هو هذا الحل؟ لماذا لا توجهون هذا الكلام إلى عمر؟ أم أنه لا يستحق أن ينتقده أحد لأنه رئيس جماعة الإذاعة المدرسية؟ إنه أناني متكبر يريد أن ينسب كل نجاح إلى نفسه. أما أنا نائب رئيس الجماعة وكل زملائنا أعضاء الجماعة، فلا شيء لا وجود لنا بجوار عبقريته الفذة. ومع الأسف
هناك كثير من زملائنا يؤيدونه في موقفه. والمؤسف كذلك أن هناك من زملائنا من يؤيدونك أنت أيضا ضد عمر دون أن يحاولوا إزالة أسباب الخلاف بينكما، وافتقدنا روح التعاون والمحبة التي بدأنا العمل بها. سمير هو الذي بدأ يا أحمد ولست أنا. تفضل. شكرا. هو الذي لا يريد أن ينسى أنني تفوقت عليه في انتخابات رئاسة الجماعة وفزت بها، وبدلا من أن يتقبل الأمر بروح رياضية ويمد لي يده لنتعاون معا ونشارك بقية الزملاء في رفع مستوى الإذاعة المدرسية، سوف يعمل على تحريض زملائنا ضدي ويدعي أنني أنسب لنفس الفقرات التي يكتبونها ويقدمونها لي لأعرضها على المدرس المشرف على الإذاعة المدرسية. فماذا أفعل مع شخص كهذا؟ حاول أن تتحدث إليه يا عمر. أريد أن أعرف السبب في توقف نشاط الإذاعة المدرسية هذا الأسبوع. من السبب في هذا؟ الذي حدث يا أستاذ أنه لم تصلني أي موضوعات للإذاعة المدرسية الأسبوع الماضي. لماذا؟ لأن هناك من حرض زملائنا على عدم الكتابة. ماذا؟ ومن الذي فعل هذا؟ للأسف يا أستاذ أنا لم أفعل شيئا من هذا يا أستاذ، ولم أحرض أحدا على عدم الكتابة، هم الذين امتنعوا عن الكتابة من تلقاء أنفسهم. جميل جميل، وهكذا ضاعت الحقيقة بينكما، ولكني سأعرفها بنفسي، وعندها سوف أتصرف معكم تصرفا آخر. لماذا لم يعاقبه المدرس؟ لقد أخبرته أنه هو السبب في توقف نشاط الإذاعة المدرسية، لماذا لم يفصله من رئاسة الجماعة؟ هذا أقل عقاب. قد جعلت من نفسك الخصم والحكم يا سمير، وحكمت على عمر، وبماذا حكمت على نفسك؟ من أنت أيها الرجل؟ كيف ظهرت فجأة؟ وكيف عرفت اسمي؟ اطمئن يا ولدي، لا تخف ولا تجزع، فأنا الجد بركات من جزيرة الحواديت. من أين؟ لقد وصل صديقنا إلى هذا الفتى في الوقت المناسب، أليس كذلك؟ بلى جحا، فنرجو الله أن يوفقه مع هذا الصديق الجديد. انتبه جيدا أيها الكاتب. أمرك يا سيدي. أراك تذكرتني الآن يا سمير. نعم نعم أيها الجد بركات، لقد كانت حكاياتك مع أولادك من أولى الحكايات التي قرأتها في مكتبة الجد حسان. بقدر ما أسعدني أنك تذكرت حكايتي، بقدر ما أنا حزين يا ولدي لأنك لم تستفد منها شيئا. كيف أيها الجد بركات، لقد استفدت منها كثيرا، إنها المثل الذي أذكره دائما كلما كتبت عن التعاون واليد الواحدة في مواجهة الأخطار. تكتبه فقط في موضوعات الإنشاء وفي فقرات الإذاعة المدرسية، ولكنك لم تفكر يوما أبدا في أن تعمل لي. كيف أيها الجد بركات، إنني أعرف جيدا قيمة التعاون والتماسك والاتحاد بين أفراد الأسرة الواحدة في مواجهة الأخطار. وماذا عن جماعة العمل الواحد؟ أليس التعاون والتماسك ضروريا أيضا لكي يحققوا ما يقومون به من عمل؟ وإذا ما تفرقوا وتنازعوا ماذا تكون النتيجة؟ لابد أن يفشلوا جميعا وينهار العمل الذي يقومون به. هذا هو ما حدث في إذاعتكم المدرسية بعد الشقاق والنزاع الذي أصابها، وبعد اشتداد النزاع بينك وبين عمر، وبين ما يقفون معك ومن يقف مع عمر. أليس كذلك يا عمر؟ أقبل يا ولدي. عمر؟ لقد تحدثت إلى عمر قبل أن آتي إليك بقليل، وأحضرته إلى هنا ليقابلك. لابد يا ولدي أن تصفي ما بينكما من خلاف لكي تعود الجماعة كما كانت. أنا لم أخطئ في شيء أيها الجد بركات، عمر وحده يتحمل مسؤولية ما حدث. أرأيت أيها الجد بركات، أرأيت عناده ومكابرته
وتصميمه على عداوتي؟ لقد حضرت إلى هنا تنفيذا لرغبتك أنت، أما هذا الشخص فلن تكون بيني وبينه أي زمالة. إذن أنتما مصران على أن تتغنيا بحكاياتي وكتابتها في موضوعات الإنشاء فقط. لا بأس، ولكني سأظل أحكيها لأصدقاء القراءة حتى لا ينسوا حكايتي الأعواد الخشبية التي أعطيتها لكل ابن من أبنائي، وطلبت منهم أن يكسروا حزمة الأعواد الخشبية، ولكنهم لم يستطيعوا كسرها وهي مجتمعة متلاصقة. ولكنني عندما أعطيتها لهم عودا عودا استطاعوا كسرها وتعلموا الدرس، فلم يستطع كل عود بمفرده أن يقاوم كما كان يقاوم وهو مع الجماعة. لابد أن تفعل شيئا يا سمير، إذا ظلمنا على هذا الحال لن تكون هناك إذاعة مدرسية الأسبوع القادم أيضا، ولابد أن هذا الأمر سوف يلفت نظر مدير المدرسة هذه المرة. أتريد أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة؟ ولم لا؟ قد يكون هذا في صالحي عندما يعلم الجميع أن رئيس جماعة الإذاعة المدرسية هو المتسبب في توقف نشاط الإذاعة أسبوعين متواليين، ساعتها سوف ينال عقابه العادل ويعزل من رئاسة الجماعة، وتلك فرصتي التي أنتظرها. أهذا ما تفكر فيه يا سمير؟ وأنا أيضا لن أفعل شيئا، بل وأريد أن تصدر المجلة الأسبوع القادم أيضا حتى يعلم مدير المدرسة ما يحدث في جماعتنا، ويتأكد المشرف على الإذاعة المدرسية من أنني لم أكذب عليه في كل ما قلته عن سمير هذا ومن يؤيدونه ومحاولاتهم الدائمة تعطيل العمل وتحديهم لي ولبقية الزملاء. أتظن أن هذا سيكون في صالح الإذاعة المدرسية وجماعتنا يا عمر؟ أنا واثق من هذا، لأن المدير والمشرف سوف يستبعدان على الفور سمير وكل من معه، وساعتها فقط سوف نستطيع أن نعمل في هدوء، وستعود الإذاعة المدرسية إلى الظهور من جديد ويعود إليها مستواها القديم. يؤسفني أيها الصديقان أن أخبركما أن السيد مدير المدرسة قرر حل جماعة الإذاعة الحالية وتكوين جماعة جديدة، وسوف يعلن اليوم عن فتح باب الانضمام إليها بدلا من جماعتكما. لماذا يا أستاذ؟ لماذا تحل جماعتنا؟ لماذا لا يستبعد منها الذين يعطلون العمل ويستمر البقول؟ لقد انصرفتم جميعا إلى النزاعات والخلافات التي بينكم وتحدي بعضكم بعضا، لقد عرفت كل شيء بنفسي. رئيس الجماعة وحده هو الذي يتحمل مسؤولية ما حدث، الباقون لا ذنب لهم. هذه المجموعة التي دبت الخلافات والانقسامات فيما بينها لا تستحق أن تسمى جماعة، لأنها افتقدت إلى روح الجماعة وحلت نفسها بنفسها بتفككها وانقسامها قبل أن يصدر المدير قراره بحلها. هذا درس لكما، أرجو أن تستفيد منه مستقبلا. يا ولدي العزيزان، الحياة لا تتوقف مهما حدث، والشمس كل يوم تشرق بجديد، والعاقل من يتعلم من تجاربه والأحداث التي تمر به في حياته، أليس كذلك؟ بلى أيها الجد بركات، ولقد تعلمنا بالفعل الكثير مما حدث. إنما يحزنني في هذا الأمر أيها الجد بركات أننا لم نفهم إلا متأخرا جدا مغزى حكاياتك التي كنت تقول إننا نتغنى بها في موضوعات الإنشاء وفقرات الإذاعة المدرسية دون تفكير حقيقي في استيعابها والعمل بها. الآن فقط عرفنا ما كنت تقصده بكلامك هذا، وليتنا فكرنا فيه جيدا من قبل. هون عليك يا ولدي، فأنتما ما زلتما في مقتبل العمر والأيام أمامكما، وسوف تحققان بمشيئة الله كل استفادة تتمنيانها من حكاياتي ومن غيرها في المستقبل. أرجو أن تعيدانني بألا تنسى ذلك،
أنا أعدك أيها الجد بركات، لن ننسى ذلك أبدا. وأنا أيضا أيها الجد بركات. وأنا في غاية السعادة بهذا يا ولدي العزيزان. والآن أستودعكم الله. وداعا يا سامي. وداعا أيها الجد بركات، ولن ننساك أبدا. وداعا يا عمر. وداعا أيها الجد الطيب. وداعا. وداعا. لقد عاد الجد بركات مرة أخرى إلى صفحات كتابه. وهذه يا ولدي قصة زيارته الأخيرة لصديقك، ضعها في مكتبتك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أيها الجد حكيم الزمان.